سلسلة اللايف ديك الساعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اذا مشاهدينا متتبعينا على الصفحه الرسميه شوف تي في اون ديريكت كما شاهدتي وكانت هذه هي اذان اطراف الاذان صلاه الجمعه هنا بمسجد بوجلود المتواجد بالمدينه العتيقه. أجواء روحانية الحمد لله على صلاة الجمعة اللي ولات الإنسان كيحس بديك الروحانية ديالو. إذن مشاهدينا ومتابعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في اون ديريكت كنتم مباشرة هنا بباب وجود مسجد باب وجود رفع الأذان صلاة الجمعة. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.